علاش اقصاء الفنان علاش؟ وسيرتو المدينه القديمه ما كاين حتى واحد مطفر، ها اللي مكسل في الكوما، ها اللي مريض، ها اللي مجبد، ها اللي فيه مسكون بالجنون، ها مرضو عبر الفقيس، لا دعم لا والو، كاين اللي ما عندوش باش يوكل حتى ولادو. واش باش نبدا نبانو حنا في التلفازه؟ حنا راه ما كنسعاوش نبان في التلفازه، عندي المسرح الكبير وعاونوني تعاون، لا ما كاينش تعاونوا معايا، عطيني حقي، هذا حقي واجب. هذا هاد الوقفه سيدي هادي منذ عامين ونص وانا كنطالب بجوله فنيه كباقي الفنانين. حطيت الميلف ديالي، ما جاوبوني لا بآه ولا بلا، الا كان شي لا قول لي مبرر علاش، علما انه اربعه الجمعيات هي اللي كتستافد كل سنه مده اربع سنوات. ربما هاد الجمعيات كينتمي لواحد الحزب معين، لانهم كل سنه واش كل واحد فيهم كياخذ 100 مليون راه يكونوا تغناو. دابا حنا كفنانين في المدينه القديمه ما مستافدينش، علما كاين 450 جمعيه اللي مختصه في الفن والثقافه ما مستافداش، انا واحد منهم. حطيت الطلب ديالي، قال لي غادي نشوف معاك، ما شاف معايا والو، خلاني كنتسنى. قلت له راه غادي نمشي نشوف السيد الرئيس، قال لك واسير شوف السيد الرئيس، تخطيتي لنا سير شوف السيد الرئيس. طلبت طلب، درت طلب للقاء السيد الرئيس، ها هو كما كتشوفوا لو 29 اوت، علما هنا في الاداره حنا كنتعاملوا مع اداره 48 ساعه خصهم يردوا عليا. حطيت عاوتاني تذكير ولا جواب، علاش؟ جاوبوني، كان لا قول لي علاش لا، كان ايه قول لي ايه، قال لا بيه ولا بلا، ما عرفتش واش كنتعاملوا مع اداره او وهذا السيد هذا اللي كيسحبوا دابا واش هاد الفلوس، هذا راه المال العام، هذه يعني مذكره من السيد وزير الداخليه المحترم، 500 مليون واحد المبلغ ديال 500 مليون كتعطى للجهه من غير 4 المليار مخصصه، دعم عطاها سيدنا الله ينصرو باش يشجع الفن والثقافه، حنا ما مستافدينش منها، ما عرفتش علاش. ملي كتقول ليها سميتو الدعم خاصك تجي تطلب، دابا الفنان خصو يبدا يجيب يقول وعافاك تعاون معنا، واش حنا كنطلبوا في المقبره هنا؟ هذا حقي واجب، هذا كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا الحقوق ديالنا، عندنا البطاقه ديالنا، عندنا المسائل ديالنا، ناخذوا حتى حنا حقنا، علاش لا؟ حنا ما ضد حد، كاع الفنانه تخدم، ولكن علاش اقصاء الفنان علاش؟ وسيرتو المدينه القديمه ما كاين حتى واحد مطفر، ها اللي مكسل في الكوما، ها اللي مريض، ها اللي مجبد، ها اللي فيه مسكون بالجنون، ها مرضو عبر الفقيس، لا دعم لا والو، كاين اللي ما عندوش باش يوكل حتى ولادو. واش باش نبدا نبانو حنا في التلفازه؟ حنا راه ما كنسعاوش نبان في التلفازه، عندي المسرح الكبير وعاونوني تعاون، لا ما كاينش تعاونوا معايا، عطيني حقي، هذا حقي واجب. هذا انا كنخدم خدمه الوطن، خدمه الوطن وعاش الملك. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.